بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعقب المؤلف رحمه الله كتاب النكاح بكتاب الطلاق، لأنهما بابان عظيمان يتعلقان بالزوجية وإباحة الخروج بما أحل الله سبحانه وتعالى، فهما بابان عظيمان لا يجوز لمن لم يتقن أحكام النكاح وأحكام الطلاق، لا يجوز له أن يفتي فيهما، لأنه يترتب على الغلط والخطأ في ذلك إما تحليل ما حرم الله من الفروج، وإما تحريم ما أحل الله من الفروج، وإما تحليل ما حرم الله. فالذي لا يعرف المحرمات في النكاح ولا يعرف أركان العقد ولا يعرف شروط صحة العقد في النكاح لا يجوز له أن يفتي في النكاح، لأن الفتوى فيه تتضمن إما تحليل وإما التحريم، وهذا لا يجوز إلا بدليل، ولا يعرف الدليل إلا العلماء. كذلك الطلاق، الطلاق هو حل عقد النكاح، فلا يجوز لأحد أن يفتي فيه إلا عن فقه وعلم وبصيرة، لأنه يترتب على الجهل به ترتب عليه تحريم ما أحل الله من الزوجة، أو يترتب عليه تحليل ما حرم الله بالطلاق، ترتب عليه إما تحريم ما أحل الله بالنكاح، وإما تحليل ما حرم الله بالطلاق. فلا يجوز لأحد أن يدخل في هذين البابين إلا عن علم وبصيرة. ولكن مع الأسف نرى الكثير يفتون في هذين البابين، وأوقع الناس في بلبلة، وأوقعوهم في تخبط، نتيجة لأنهم لم يتقنوا هذين البابين. وهذا ليس كالغلط في غيره، لأنه يترتب عليه بناء أسرة على غير أساس، أو تفريق أسرة بغير أساس. لا يجوز لأحد أن يدخل فيه، وأن يوكل أمره إلى القضاة، إلى المحاكم الشرعية أو إلى المفتين، فمن سئل عن شيء من ذلك فإنه يحول أو يحيل على إحدى الجهتين، إما المحاكم الشرعية وإما دار الإفتاء، من أجل ضبط الأمور وتجنب الخلط على الناس. وقد حصل أمور كثيرة من الخلط والتلبيس يندى لها الجبين بسبب تسرع
الذين لا يحسنون الفتوى تسرعهم في هذين البابين. حصل بذلك خلط عظيم، حصل بذلك تساهل من الناس في أمر الطلاق، لأنه لا يعد أن يجد من يفتيه عن علم وعن غير علم، فلذلك صار يتساهل يطلق ويروح لأدنى واحد ويقول له طلاقك ما وقع ولا طلاقك وقع من غير علم. وقد اكتشف أغلاط كثيرة في هذا الباب ويتولى إثمها من أفتى فيها، والإنسان في عافية، الإنسان في عافية لا يدخل في شيء ليس من شأنه، حتى ولو كان من أهل العلم لا يدخل في هذه الأمور، فكيف إذا كان من غير أهل العلم؟ فإن الناس اليوم يحتاجون إلى ضبط، يحتاجون إلى أن تقيد أسئلتهم ويكتب المحضر ويوقعون عليه، ثم على ضوء ذلك يصدر الحكم. أما أن يأتي إلى شخص ويقول له حلال حرام، طلاق وقع طلاق ما وقع ويمشي على طول، هذا ما يصلح. هذا لازم من تسجيل هذه القضايا ضبطها، بحيث لو كذب بعد ذلك يكتشف كذبه. وقد حصل كثير من هذه الأمور، حصل أن أناس يتلاعبون بالطلاق، ولولا أنهم قد سجل عليهم الكمبيوتر، سجل عليهم، لولا التسجيل عليهم لا حصل الخلل العظيم. لكن إذا أدخل اسمه أول ما يسأل يدخل اسمه وطلاقه، ثم إذا طلق ثانية كذلك، ثم إذا طلق مرة ثالثة كذلك، فإذا جاء يسأل فإنه يطلب اسمه ويرى كم طلق من مرة، ويظهر الكذب والتلاعب، أو أنه يكتب في سجل ويضبط في الضبط في المحكمة، بحيث أنه ما يحصل له يكذب أو يلبس. لكن واحد في الطريق ما عنده سجل ولا عنده كمبيوتر ولا عنده شيء، رح مرت معك، رح ما هم معك، هذا غلط كبير. يعقد النكاح وهو ما يدري عن المحرمات في النكاح، قد يعقد على قريبة على محرم لمحرمها وهو ما يدري، بنسب أو رضاع أو إصهار وهو ما يدري. لا بد من ضبط هذه الأمور، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه التساهل والتلاعب، فيجب على طلبة العلم أن يتوقفوا عن الإفتاء في هذين البابين. وإن كان الإفتاء في جميع الشرع لا يجوز لأحد أن يفتي بغير علم، ولكن في هذين البابين خاصة، لأنه يحصل فيهما اللبس والتداخل والوهم، يحصل فيهما شيء كثير، فلا بد أن تضبط القضايا، سجل وتدون أو تدخل في الكمبيوتر حتى ما يحصل تلاعب ويحصل ضبط. فأنا أنصح إخواني أن لا يتدخلوا في هذه الأمور. يقول له طلاقك ما يقع، وش يدريك؟ أنا موحين بن باز ولا موحين فلان يقول كذا. طيب أنت عارف وش وجه الفتوى اللي سمعت؟ تعرف ضوابطها؟ تعرف ملابساتها؟ تطبقها على شيء يخالفها؟ ما يصلح هذا. سمعت فلان يفتي، قرأت في فتاوى فلان، هذيك في حالة وهذا في حالة، ما قد لا تنطبق، يكون حالة غير حالة، يختلف الحكم. فالواجب التريث في هذه الأمور. فلذا الذي معنا الآن كتاب الطلاق، والطلاق هو حل قيد النكاح، هو حل عقد النكاح أو بعضه، حله بالكلية وهو الطلاق الباين،
أو حل بعضه وهو الطلاق الرجعي، هذا هو الطلاق، حل عقد النكاح أو بعضه. مأخوذ من حل قيد الناقة إذا أطلقها، فكأن المرأة معقولة ومقيدة، فإذا طلقها حل عقدها وحل قيدها وتركها، كما تترك الناقة إذا حل قيدها أو عقالها. والطلاق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، كتاب كما في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى آخر السورة، تسمى سورة الطلاق. وكذلك في سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات. وفي السنة أحاديث كثيرة أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق، أو سئل وأفتى، منها أحاديث الباب التي معنا. وأجمع العلماء على مشروعية الطلاق. والطلاق يكون مباحا عند الحاجة، يكون مباحا عند الحاجة إليه. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإذا لم يحصل الوئام وتوافق بين الزوجين فإنه يلجأ إلى الطلاق. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإذا كان البقاء على النكاح لا يتأدى به الغرض المطلوب فإنه يصار إلى الطلاق، ويكره لعدم الحاجة إليه. إذا كانت الحالة مستقيمة والتوافق بين الزوجين حاصل فيكره لما فيه من حل النكاح الذي أمر الله به، لما فيه من المصالح. الطلاق يفوت مصالح النكاح، يفوت، وقد يترتب عليه ضياع الأسرة وضياع الأولاد، فيكره عند عدم الحاجة. وفي الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الطلاق مباح لكن الله يبغضه، فدل على أنه يكره، هو حلال مكروه إذا لم يحتج إليه، فإنه مبغوض عند الله عز وجل، ويكره الإقدام عليه لأنه يترتب عليه مضار. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه. وفي لفظ: التي طلقها فيها. نعم. صلى الله عليك. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها، ورجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الله جل وعلا شرع الطلاق بالتدريج، شرعه بالتدريج، وشرعه في أوقات مخصوصة،
فإن طلقه دفعة واحدة فهذا بدعي في العدد، بدعي في العدد. وإن طلقها في وقت ينهى عن طلاقها فيه فهو بدعي في الوقت. الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. والبدعي ينقسم إلى قسمين: بدعي في العدد وبدعي في الوقت. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة، ويتركها حتى تنقضي عدتها. فإن بدا له أن يراجعها في أثناء العدة فالفرصة سانحة له، وإن لم يكن له بها رغبة تركها حتى تنقضي عدتها وتبين منه تلقائيا بينونة صغرى. هذا هو الطلاق السني في الوقت، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وفي العدد أن يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها. ثم إذا راجعها في العدة وطلقها مرة ثانية فكذلك، ثم إذا راجعها وطلقها مرة ثالثة تكامل الطلاق وبانت بينونة كبرى. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مرتان، مرة بعد مرة، مرة بعد مرة. ثم إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. والحكمة في ذلك، الحكمة في كون الطلاق تدريجيا من أجل إتاحة الفرصة للزوج في أن يراجع. قد يندم، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قد يطلق وهو غضبان، أو يطلق في حالة اقتضت أن يطلقها ويتلفظ بطلاقها ثم يندم، فيكون المجال أمامه مفتوحا في الرجعة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ففي المرة الأولى يراجع، وفي المرة الثانية يراجع، وفي المرة الثالثة لا، انتهى. فإن طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه الطلقة الثالثة. وهكذا نرى أن الله شرع الطلاق بالتدريج واحدة بعد واحدة، فمعناه أنه لا يجوز أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة. فإن طلقها ثلاثا بكلمة واحدة فإن هذا بدعي، وهذا محرم، لأنه خلاف ما أمر الله به، ولأنه يغلق على نفسه باب الرجعة وقد يندم فلا يتيسر له الرجوع. فلذلك حرم الله الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، كما حرم الطلاق في حالة الحيض، لأنه قد يكرهها في حالة الحيض فيطلقها، فإذا طهرت اشتاقت نفسه إليها فهو الذي سبب على نفسه. لذلك حرم الله الطلاق في الحيض، ولأن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة، لأنها مطلوب منها ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار. إذا طلقها في الحيض لم تحتسب هذه الحيضة التي طلقها فيها، بل تستقبل ثلاث حيض جديدة، يطول عليها العدة. فلذلك حرم الله الطلاق في الحيض، وحرم الطلاق في طهر جامعها فيه، لأنها قد تحمل. إذا كان قد جامعها ثم طلقها فقد تحمل، تبين حملها، فيندم
على طلاقها بعد ما حملت، فهو الذي سبب على نفسه هذا الحرج. فلذلك الطلاق في طهر جامعها فيه محرم، وهو بدعي في الوقت. والله جل وعلا يقول لنبيه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، وأحصوا العدة واتقوا الله ربك، إلى قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن، أي قاربن نهاية العدة، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، عندكم مجال للرجعة. هذه هي الحكمة من تفريق الطلاق. في الحديث الذي معنا طلاق بدعي وقع من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه طلق زوجته وهي حائض. هذا طلاق بدعي ولا لا؟ بدعي، طلقها وهي حائض. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مخالف لما أمر الله به. الله جل وعلا يقول: طلقوهن لعدتهن، وهذا طلقها لغير عدتها، فهو فعل أمرا محرما. فلذلك أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالتدارك، فقال: مره فليراجعها، مره فليراجعها. فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب. وفيه دليل على أن من طلق امرأته وهي حائض وجب عليه أن يراجعها، وجب عليه أن يراجعها. وفيه دليل على أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم، يقع مع الإثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع. وفي الرواية التي ذكرها المصنف أن الرسول احتسبها طلقة، فدل على أن الطلاق في الحيض يقع مع التحريم، وأنه يجب على المطلق أن يراجع زوجته ثم يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض حيضة أخرى غير الحيضة التي طلقها فيها، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. هذا هو الطلاق الذي أمر الله تعالى به. فهذا الحديث فيه مسائل. فيه أولا سؤال أهل العلم، فإن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الطلاق لا يسأل فيه إلا أهل العلم، ما يسأل فيه المتعالمين وأنصاف المتعلمين واللي يقولون سمعنا قرأنا، هذا ما يصلح، لا يسأل فيه إلا العلماء، لأنه باب خطير. وفيه أن المفتي يغضب على من خالف أمر الله من أجل زجره، فالمفتي أو العالم يظهر الغضب على من خالف أمر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر. وفيه تحريم الطلاق في الحيض، تحريم الطلاق في الحيض. وفيه أن الطلاق في الحيض يقع مع التحريم، مع الإثم. وفيه وجوب الرجعة على من طلق في الحيض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، والأمر يفيد الوجوب.
وفيه أن الطلقة أن الرجع أن الحيضة أن الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب من العدة لا تحتسب من العدة بل لا بد من 3 حيض كاملة. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء 3 حيض. والقروء جمع قرء وهو الحيض على المشهور، وقيل هو الطهر. نعم. عن فاطمة نعم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها 3، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ: ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد. فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. هذه فاطمة بنت قيس القرشية، مهاجرة من المهاجرين رضي الله عنها، طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص فأبت طلاقها، يعني طلقها طلاقا باتا، يعني آخر 3 تطليقات كما جاء في رواية، وليس معناه أنه طلقها 3 بكلمة واحدة، وإنما معناه أنه استنفد عدد الطلقات فأصبحت بائنا منه. ينطبق عليها قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فبعث وكيله، وكيل أبا عمرو بن حفص، لأنه كان غائبا، لأن المطلق كان غائبا، وكيله ذهب بشعير، ذهب إليها بشيء من شعير من باب التبرع، من باب التبرع لها. فإنها لما جاءها الشعير كأنها كرهته، تريد أحسن منه، لأنها امرأة شريفة، لأنها امرأة شريفة وتريد طعاما يليق بها، تريد طعاما يليق بها. فقال لها الوكيل: والله ما لك علينا شيء، يعني هذا تبرع منا، تبرع منا، ولا مالك علينا شيء، لأنها بائن والبائن ليس لها شيء، إنما السكنى والنفقة للرجعية، المطلقة الرجعية، وأما المطلقة البائن فليس لها شيء على المطلق، لأن عقد الزوجية انتهى، ليس عليها شيء، عليه لها شيء، وإن كانت في العدة. قال: والله ليس لك علينا شيء. ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ليس لك شيء، ليس لك نفقة ولا سكنى. فدل على أن المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى في مدة العدة،
لأنها بانت من زوجها. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر قول الوكيل: ليس لك علينا شيء، ليس لها شيء. ثم إن المطلقة تلزمها العدة، تلزمها العدة مطلقة، سواء كانت رجعية أو بائنا تلزمها العدة. فلذلك قال لها صلى الله عليه وسلم: اعتدي في بيت أم شريك. امرأة من الصحابة، أم شريك. ثم إنه استدرك صلى الله عليه وسلم وقال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني يزورونها لفضلها، يزورها الصحابة لفضلها رضي الله عنها، فتكون المعتدة عرضة للرجال ينظرون إليها. اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يبصر، فدل على أن الحجاب من أجل البصر، وأنه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة أو إلى جسمها، وأما الأعمى فإنه لا يرى فلا تحتجب منه المرأة. فإذا اعتدت في بيت ابن أم مكتوم فإنها تضع ثيابها ولا تحتجب لأنه لا يراها. ومعلوم أن بيت ابن أم مكتوم فيه عائلة، فيه زوجته، فيه أولاده، ما يقال أنه تعتد في بيت مع رجل تخلو معه، لا، ابن أم مكتوم له عائلة وله زوجة، ولكنه هو رضي الله عنه أعمى لا ينظر إلى النساء، ليس له بصر، أدل على أنه لا يجوز للمبصر أن ينظر إلى وجه المرأة، وأن الأعمى ليس منه احتجاب لعدم المحذور في ذلك لأنه لا يرى. وأما حديث أفعم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساؤه فقال: احتجبنا، قلنا: إنه أعمى. قال: أفعمي واني أنتما؟ فهذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. والحديث الذي معنا هذا حديث في الصحيح، فيقدم، يدل على أن الحجاب إنما هو من أجل البصر، وأنه إذا لم يوجد بصر فلا يجب الحجاب. تضعين ثيابك عنده، فإذا قضيت فآذنيني، يعني أعلميني إذا انتهت عدتك. قالوا: هذا فيه دليل على جواز التصريح، جواز التعريض، هذا فيه دليل على جواز التعريض بخطبة أو بخطبة المعتدة. والله جل وعلا يقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني في العدة. وإنما الذي يحرم الخطبة الصريحة، حرام الخطبة الصريحة، حرام للمعتدة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أما التعريض فهو جائز. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعريض، إذا أمرها إذا انتهت عدتها أن تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول له فيها غرض سيأتي بيانه. فلما انتهت من عدتها جاءها خاطبان، جاء خاطبان، أحدهما أبو جهيم والثاني معاوية بن أبي سفيان، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم أيهما تتزوج. فهذا فيه دليل على مشروعية المشورة، على مشروعية المشورة في النكاح. جاءت تستشيره فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهيم فلا يضع العصا عن عاتقه. قيل معناه أنه يضرب النساء، وقيل معناه أنه كثير الأسفار لا يضع العصا، يعني مسافرا فيكثر غيابه عن المرأة، وهذا فيه ضرر على المرأة، سواء كان المعنى أنه يضرب أو المعنى أنه يسافر، هذا فيه ضرر على المرأة. وأما معاوية فصعلوك لا مال له،
يعني فقير. ففيه دليل على أن المستشار يبين ما يعلمه مما استشير فيه من الأشخاص، ولا يعد هذا من الغيبة، لأن هذا من النصيحة وليس من الغيبة. لا شك أن ذكر أبا جهيم ومعاوية أن هذا فيه نقص في حقهما، ولكن المصلحة راجحة في هذا، فيه مصلحة راجحة وهي النصيحة للمستشير. فلا يجوز لمن استشارك أن تكتم عنه شيئا، بل تبدي له ما تعلم في الأشخاص، وليس ذلك من الغيبة، وإنما هو من باب النصيحة. انكحي أسامة بن زيد، أمر لما بين أن هذين الرجلين لا يصلحان لها، وجهها في أن تنكح أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة ابنه، وكلاهما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فهما حبيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنها كرهت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة مولى، وهي شريفة قرشية، وأسامة مولى، ولكن ليس لها بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطاعته وتزوجت أسامة، فكان في ذلك الخير الكثير. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تنكح أسامة، هذه مشورة بالخير، وإن كان ظاهرها فيه غضاضة على المرأة، لكن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير. فنكحت أسامة فكان في ذلك الخير الكثير لما أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. أولا، فيه سؤال أهل العلم، فإن فاطمة لما أشكل عليها أن المعتدة البائن لا نفقة لها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه سؤال أهل العلم. ثانيا، فيه أن المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى، ليس لها نفقة ولا سكنى، وإنما هذا للمطلقة الرجعية، لأن المطلقة الرجعية زوجة، ما دامت في العدة فهي زوجة، بدليل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، سماهم بعولة، فدل على أن الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة، لها مال الزوجات، أما البائن فليس لها شيء. ثالثا، في الحديث جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن، بقوله صلى الله عليه وسلم: آذنيني إذا انتهت عدتك فآذنيني، أي أخبريني. رابعا، فيه أن من استشير في شخص لتزويجه أو لمشاركته أو للسفر معه، فإنه يجب على المستشار أن يبين ما في الشخص مما يعلمه من العيوب، وليس ذلك من الغيبة، وإنما هو من باب النصيحة وحق المشورة. لأن بعض الناس إذا استشير في شخص وهو يميل إليه أو يحبه، ما يبين اللي فيه، بل ربما يمدحه ويكذب، هذا غش، لا يجوز. الواجب على المستنصح والمستشار أن يبين ما يعلمه للمستشير، وأن هذا ليس من الغيبة،
لأن المصلحة في هذا راجحة على المفسدة. وفي الحديث دليل أيضا على أن الإنسان قد يكره شيئا ولكن يكون فيه الخير الكثير، والله جل وعلا يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خامسا، فيه أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خير، وإن تظاهر للإنسان فيها شيء مما قد لا يوافق رغبته، لكن لا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بشيء فيه خير، ولو لم يظهر للإنسان في الحال أنه خير، بل لو ظهر للإنسان في الحال أنه ليس بخير له فإن الرسول لا يأمر إلا بما هو خير عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بما هو خير وأصلح لمن استشاره. سادسا، فيه أن الحجاب إنما هو من أجل البصر، وأما الأعمى فلا يجب الاحتجاب عنه، فلا يجب الاحتجاب عنه لعدم المحذور في ذلك، لأنه لا يرى وجه المرأة. نعم. باب العدة. نعم، العدة تابعة للطلاق. العدة هي تربص، العدة تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم، العلم ببراءة الرحم في الغالب، يعني من مقاصد العدة وحكمها العلم ببراءة الرحم من الحمل، وذلك للمطلقة، فتتربص وتنتظر حتى تعلم براءة رحمها، براءة رحمها، لئلا تنكح وهي حامل فتختلط الأنساب، تختلط الأنساب. ومن الحكم في العدة أن فيها احتراما للزوج المفارق، فيها احترام للزوج المفارق بأن يجعل له حريم من المدة تتزوج بعده بآخر، ولا يتزوجها رجل آخر مباشرة بعد الطلاق، ففي هذا حرمة المطلق وحرمة المفارق. وفيها حكم كثيرة، فيها حكم كثيرة، وفيها كما سبق إتاحة الفرصة للزوج أن يراجع إذا كان الطلاق رجعيا. فالحكم في العدة الواضحة لنا: أولا العلم ببراءة رحم المرأة المطلقة لئلا تختلط الأنساب، ثانيا فيه إتاحة الفرصة للزوج المطلق أن يراجعها إذا كان الطلاق رجعيا، ثالثا فيه احترام حق الزوج المطلق، يعني يجعل مدة فاصلة بين الزواج القديم والزواج الجديد. والعدة على قسمين: عدة من فراق في الحياة، عدة من مفارقة في الحياة، وعدة من مفارقة بالموت. نعم، وتسمى عدة الوفاة. نعم. أحسن الله. باب العدة. عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته،
فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما سبيعة صلى الله عليك قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم، هذا حديث سبيعة الأسلمية، أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، وكان من المهاجرين وممن شهد بدراً، وتوفي رضي الله عنه في حجة الوداع، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وهو قد هاجر منها. فهذه امرأته لما توفي في الحال وضعت حملها، توفي عنها وهي حامل فوضعت حملها، وفهمت أنها بوضع حملها خرجت من العدة، عدة الوفاة، وتزينت لأنها خرجت من العدة، ودل على أن المعتدة للوفاة لا تتزين كما يأتي في الإحداد. فهي فهمت بفقهها أنها انتهت عدتها بوضع الحمل، استدلالاً بقوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية عامة في المطلقة وفي المتوفى عنها، فهمت ذلك. فلقيها رجل يقال له أبو السنابل ابن بعكك، فأنكر عليها وقال لها: لا تخرجي من العدة إلا بعد مضي 4 أشهر و10 أيام، عملاً بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وذلك لأن المرأة في الشهر الرابع يتحرك جنينها وينفخ فيه الروح، فإذا تم لها 4 أشهر و10 أيام، والعشرة ذي احتياطية ولم يتحرك فيها شيء، فهذا دليل على خلو بطنها، فتخرج من العدة، فأبو السنابل أخذ بظاهر هذه الآية، وسبيعة أخذت بالآية الأولى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلا شك أن كل واحد أخذ بآية من القرآن، فلذلك أشكل عليها كلام أبي السنابل، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فأخبرها بأنها قد خرجت من العدة بوضع الحمل، فتكون آية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مخصصة لآية يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أنها في غير الحامل، 4 أشهر و10 في غير الحامل، وأما وضع الحمل فهو للحامل بعد الوفاة. فدل هذا الحديث على أن الإنسان يجب عليه أن لا يأخذ بآية ويترك الآية الأخرى، بل لا بد من حمل المطلق على المقيد والخاص على العام. أما من يأخذ بالدليل
دون أن ينظر هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد، فهذا من الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا، هذا يحتاج إلى فقه وإلى بصيرة، ولا يقدر على هذا إلا أهل العلم الراسخون في العلم. أما المبتدئون في طلب العلم فيأخذون بالأطراف ولا يردون بعض النصوص إلى بعض فيقعون في الضلال. فهذه قاعدة عظيمة يجب على طلبة العلم أن يفطنوا لها، وأن لا يأخذوا بظاهر آية أو حديث حتى يعلموا أنه غير منسوخ وأنه غير مقيد وأنه غير مخصص، لئلا يكونوا من الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. ودل هذا الحديث على أن الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل سواء في الطلاق أو بالوفاة، سواء في الطلاق أو بالوفاة، وأن لها أن تتزوج بعد وضعها، ولو وضعت بعد الوفاة بلحظة لها أن تتزوج حتى ولو كانت في دمها يعني في نفاسها يعقد عليها لا بأس، ولكن لا يقطعها حتى تخرج من النفاس. أما العقد فيصح، ولذلك يصح العقد على الحائض، يصح العقد على النفساء، ولكن لا يقطعها إلا بعد انقضاء الحيض أو النفاس. وهذا فقه عظيم يفوت على كثير من غير المتمكنين في العلم فهمه والإحاطة به، فهذا مما يدل على أنه يجب على طالب العلم التريث في الأمور ولا يستعجل في الاستدلال، بل عليه البحث تريث سؤال أهل العلم عما أشكل عليه، ولا يبت في الأمور بناء على أول فهمه. نعم. أحسن الله إليك. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك، نعم، يقول قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي، جمعت علي ثيابي، هذا فيه دليل على أن المرأة تلبس ثيابها عند الخروج وتتستر، أنها عند الخروج تتستر بثيابها ولا تخرج وهي سافرة أو خفيفة اللباس، لأنها فتنة. نعم. أحسن الله إليك. عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت، يكفي. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف يكون معاوية رضي الله عنه صعلوكا وهو ابن أبي سفيان أحد أشراف قريش؟ سبحان الله، ما يكون الإنسان فقير وهو من الأشراف، يكون فقير ولو هو من الأشراف. نعم، هذا في أول الأمر، وإلا فإن معاوية رضي الله عنه في آخر الأمر صار خليفة وصار غني، لكن هذا في أول الأمر، والدنيا أطوار تتغير. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف يغشى الصحابة أم شريك؟ هل هي محرم لهم؟ يدخلون عليها يزورونها للاستفادة منها والسلام عليها وهي متحجبة، ما يدخل عليها أفراد، يدخلون عليها جماعات يسألونها، كانوا يأتون إلى عائشة هم المؤمنين ويسألونها وتفتيهم، ما في بأس الدخول على النساء من غير خلوة لأجل السؤال أو لأجل السلام، ما في بأس هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من أراد الخروج من التعارف وذهب إلى إن عدة المتوفى عنها أبعد الأجلين بالأشهر أو الحمل؟ لا، الراجح خلاف هذا، لا قال به بعض العلماء كابن عباس، ولكن الراجح ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، نص في الموضوع، هذا نص في الموضوع أنها تعتد بوضع الحمل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل:
كيف يطلق الغائب زوجته وكيف يحسب؟ يعني الغائب ما يعرف يطلق، طلق هو غائب أو هو حاضر، ما فيه معنى، كل واحد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من طلق زوجته بالقلب؟ نعم. يقول: من طلق زوجته بالقلب. ما في طلاق بالقلب، لابد من التلفظ. لو نوى طلاقها ولم يتلفظ لم يصر شيء، لم يحصل شيء. طلاق اشترط أن يتلفظ به. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من قال أنت طالق ثلاثا هل يجب؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول تقع الثلاث بلفظ واحد ويحرم عليه ذلك، تقع مع الإثم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب الطلقة في الحيض مع الإثم، فتحتسب الثلاث مع الإثم، يكون طلاقا محرما لكنه يقع. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة إلى أن الثلاث بكلمة واحدة يكون طلقة واحدة، ولكن هذا الرأي مرجوح. نعم. وإن أفتى به من أفتى من أفاضل أهل العلم فإنه مرجوح. نعم. لأن الذي قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته إيقاع الثلاث بكلمة واحدة، وهو الخليفة الراشد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: نقل عن الإمام ابن باز رحمه الله أنه لا يوقع الطلاق في الحيض ولا يحسبها، هذا صحيح ويفتي بهذا، ولكن هذا مرجوح، هذا رأي مرجوح، والرواية التي معنا في الصحيح أنه يقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها، وفي رواية احتسبها، دل على أنه يقع لكن مع الإثم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: نسمع بين أوساط طلبة العلم أنه يرد ويلغي حكم الطلاق لما تقتضيه المصلحة من عدم تفريق الأولاد وضياعهم، هذا عند النصارى، هذا متشبه بالنصارى، لأن النصارى هم الذين لا يجيزون الطلاق ويلزمون الزوج بامرأته طول حياته لا يطلقها، يسمونها جيزة نصارى، عند العوام يقولون جيزة نصارى والعياذ بالله. فاللي يقول إن الطلاق في هذا الوقت لا يقع لأنه يفرق، هذا هو كلام النصارى تماما. نعم. أحسن الله إليك. يقول: من طلق امرأته في حال حيضها. نعم. يقول: من طلق امرأته في حال حيضها. نعم. فهل مراجعته لها واجبة أم واجبة مستحبة؟ واجبة، الرسول أمر والأمر يقتضي الوجوب. اي نعم، يجب عليها أن يراجعها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي صفة طلاق البتة؟ أن يقول: أنت طالق بالثلاث، هذه البتة، أنت طالق بالثلاث بكلمة واحدة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا طلق الزوج زوجته وتزوجت بآخر ثم طلقها فرجعت إلى الأول، هل تحسب الطلقة الأولى؟ إذا طلقها طلاقاً دون الثلاث وخرجت من العدة بانت بينونة صغرى، فإذا تزوجها زوج آخر طلقها ورجعت للأول فإنها ترجع بما بقي من الطلاق، ترجع بما بقي من الطلاق فقط، ويحتسب عليه الأول. نعم. لأنه لم يستنفد عدد الطلقات فهي باقية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من يتولى عقد النكاح، من يتولى عقد النكاح من الأئمة وغيرهم، هل يجوز لهم أخذ مقابل من مال؟ وهل هناك خلوه يؤذن بعدين. أحسن الله إليك. يقول السائل: من يتولى عقد النكاح من الأئمة وغيرهم، هل يجوز لهم أخذ مقابل لعقد النكاح من مال؟ وهل هناك فرق بين الذي يطلب من الناس والذي لا يطلب؟ مسألة المأذونية هذه عند وزارة العدل،
هي اللي تمنح المأذونية، ولا يجوز لأحد أنه يعقد للناس إلا بإذن من وزارة العدل، وهذا نظام عندهم فيمشي على نظامهم اللي يوجهونه إليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز لي أن أنكح زوجة عمي إذا طلقها وكذلك زوجة خالي؟ مش المانع؟ لا، ما في مانع أنك تزوج زوجة عمك إذا طلقها أو زوجة خالك أو زوجة أخيك أقرب، ما في مانع. الممنوع أنك تزوج زوجة أبيك أو زوجة ابنك، هذا الممنوع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض الناس أو زوجة جدك من قبل الأب أو من قبل الأم ما يجوز لك، أما غير عمودي النسب لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض الناس يتفوه بكلمة علي الحرام أو علي الطلاق، فما حكم هذه الكلمات؟ حسب ما نوى. إذا قال عليه الحرام ويقصد زوجته فإنه يكون طلاقا، يكون طلاقا، لأن الطلاق تحريم أيضا. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: وإن نوى اليمين فهو يمين، إن نوى أنه حلف فهو حلف، وإن نوى أنه طلاق فيكون طلاقا لأنه من كنايات الطلاق. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كم عدة المطلقة البائن إذا طلقها زوجها وهو غائب عنها، وهل يختلف طلاق الغائب عن الحاضر؟ ما يختلف، وتدخل في العدة منذ طلقها ولو لم تعلم، تدخل في العدة منذ طلقها وهو غائب ولو لم تعلم، ولو ما علمت إلا بعد مضي العدة تكون قد خرجت من العدة. هنا. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم أنه يرجع في أمور الطلاق إلى القضاة، فما رأيكم إذا كان بعض القضاة لا يفقه أمور الطلاق، فلمن يرجع حينئذ؟ ما أظنه بيصير قاضي وهو ما يفقه أمور الطلاق، ما يصير قاضي إلا من يفقه أمور الطلاق. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إن طلق الرجل امرأته طلقة واحدة فانقضت العدة التي يراجعها فيها فلم يراجعها، هل تبين منه بعد انقضاء العدة إبانة كاملة؟ تبين من بينونة صغرى، بينونة صغرى، له أن يتزوجها بعقد جديد بعد العدة، تزوجها بعقد جديد، لكن تحسب عليه الطلقة الأولى ويبقى له طلقتان، وإن كان طلقها طلقتين يتزوجها على طلقة واحدة فقط. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم نظر المرأة للرجل الغير محرم؟ نظرها إليه بشهوة لا يجوز، أما بغير شهوة للحاجة فلا بأس، إذا كانت تنظر إليه للحاجة وبغير شهوة فلا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: قلتم في تعريف الطلاق السني وهو أنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، وقد وردت زيادة أو حاملا عند الفقهاء. أو حامل، إذا طلقها حاملا فهذا طلاق سنة، طلقها طلاق سنة. فطلاق السنة على ثلاثة أقسام: طلقها طلقة واحدة، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها بعدما تبين حملها، كل هذا طلاق سنة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا طلق الرجل امرأته أربع طلقات. أربع؟ نعم. ما فيها أربع، آخر شيء ثلاث. نعم. فيحسب ثلاث والزيادة ذي ما لها قيمة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل زيادت فحسبت من طلاقها من قول الراوي؟ اي نعم، من قول الراوي،
يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلها حكم الرفع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو الدليل على أن التصريح بخطبة المعتدة حرام؟ ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. يجوز التعريض دون التصريح. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الحيض والنفاس يكون عدة للمرأة؟ والمراد بالسر النكاح، لا تواعدوهن سرا أي نكاحا، يعني لا تصرحون تقول أنا ودي تزوجك ودي أنكحك ودي، لا يجوز هذا، لأن قد تتسرع وتقول انقضت عدتي، إذا صارت تبيها الزوج تطمع فيه وتقول انتهت عدتي وهي ما انتهت، لذلك منع من هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الحيض والنفاس يكون عدة للمرأة؟ النفاس تنقضي عدتها بوضع الحمل، وإنما النفاس لا يجوز وطئها فيه لأنه مثل الحيض. نعم. ما هو من أجل العدة، ما هو من أجل أنه من العدة، لكن من أجل أنه مثل الحيض. ولكن لو طلقها في النفاس، امرأة نفساء أولدت منه وطلقها، طلقها أو مات عنها وهي في النفاس، فهذا النفاس لا يعتبر شيئاً، ولا بد من عدة جديدة للوفاة أو للطلاق، والنفاس لا يدخل فيها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أشكل علي قولكم بأن نظر المرأة للرجل جائز للحاجة بدون شهوة، مع قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يعني يغضضن من أبصارهن عن الشهوة، لا ينظرن بشهوة. وما زالت النساء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمن مع الرجال وينظرن إليهم للحاجة، ما في مانع، ايش الدليل على المنع؟ أما للشهوة فهو حرام. نعم. حتى ولو كانت محجبة لا تنظر إليه نظر شهوة. نعم. يقول: وهل من في الآية تبعيضية؟ اي نعم، يعني ما يجب عليك تغمض كل البصر، يغض من أبصارهم، ما قال أن يغمضوا أو أن يحزموا أبصارهم، بل يغض غضا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يدل حديث فاطمة بنت قيس على جواز الخطبة على خطبة رجل آخر؟ ما خطب على خطبة رجل آخر، ردت لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذين لا يصلحان، ردت خطبتهما، فلما ردت خطبتهما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يبدأ وقت العدة من الوفاة أم من العلم بالوفاة ولو كان بعد سنين؟ من الوفاة، ما هم من العلم، تقع العدة من الطلاق ومن الوفاة بحصول الفرقة بوفاة أو طلاق ولو لم تعلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته، وذلك لمشاكل حاصلة بينه وبين أهلها، فما الحكم؟ وهل تلزمه طاعة الأب في ذلك؟ لا، لا تلزمه طاعة الوالد في طلاق زوجته إذا كان يرغبها، إلا إذا كانت الزوجة فيها عيب شرعي فإنه يطلقها، أما إذا كانت الحال مستقيمة والزوجة طيبة ولكن والده يكرهها لنفسانية بينهما أو هوى، لا يطلق زوجته من أجل طاعة والده. إنما هذا خاص بعمر، هذا خاص بعمر، لما أمر ابن عمر أن يطلق زوجته وسأل ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن يطيع أباه، هذا خاص بعمر، وأما غيره فلا، ما تنسى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من قال بأن الثلاث تعتبر واحدة، فهل هذا القول وجيه؟ هو وجيه عند من قال به، هو وجيه، لولا أنه وجيه عنده ما قال به. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: لما دخل أبو السنابل على سبيعة وجدها متجملة. هو ما قال أنه دخل عليها، ما قال دخل عليها، رآها متجملة فقال لها هذه المقالة. هو في الحديث أنه دخل عليها، ها؟ الحديث اللي معك فيه أنه دخل، ها؟ أرجع إليه، ها؟ أرجع إليه. نعم. يقول: فدخل عليها أبو السنابل. ما في معنى، كما قلنا إنه شريك يدخل عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يجوز للرجل أن يدخل على المرأة من غير خلوة إذا كانت عندها أسرة وعندها في البيت ناس، ما في معنى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: المرأة المتوفى عنها زوجها، هل للورثة إخراجها من بيت زوجها لأجل قسمة الميراث؟ نعم، لا يلزمهم أن يسكنوها، لكن إذا تبرعوا بذلك فلا بأس، أما إذا طلبوا إخراجها فإنها تخرج. نعم، وتكون معذورة في هذه الحالة، تكون معذورة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بصناديق الاستثمار في البنوك، علما بأن الربح فيها غير محدد؟ والله أنا ما أعرف صناديق الاستثمار، والبنوك ما هي محل ثقة، البنوك ليست محل ثقة، الذي يخاف الله ويستبري لنفسه لا يقرب البنوك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا أحال المدين الدائن. نعم. يقول: إذا أحال المدين، إذا أحال المدين الدائن على رجل ليس له دين عليه، فهل يجوز قبول الحوالة؟ إذا لم يكن عليه دين ما تجوز الحوالة، يفترض صحة الحوالة أن تكون على دين مستقر، بعد مستقر ثابت. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك شاب كان مغنيا ولا يعرف الناس قبيلته، وبعدما عرفوا اسم قبيلته ترك الغناء خشية العار لقبيلته، ثم تاب وهداه الله، والآن تراوده الشكوك، هل توبته لله أم لأجل الناس، وبماذا تنصحونه؟ أبداً ننصحه بالتوبة إلى الله والاستمرار، ويترك عنه الشكوك والأوهام، وحتى لو أنه تركها من باب يعني من باب الحفاظ على شرف قبيلته، هذا شيء طيب، المحافظة على الشرف وعلى مكانة القبيلة هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل المرأة تأثم إذا خرجت من بيت زوجها؟ هل المرأة تأثم؟ نعم. إذا خرجت من بيت زوجها إذا طلقها طلاقا غير بائن، وهل يجوز لها أن تحتجب عنه، وهل تنام معه على فراش واحد؟ نعم، إذا خرجت هي باختيارها الحق لها، إذا خرجت هي باختيارها فلا مانع، لأنها تركت حقها، وله أن يراجعها ولو خرجت من بيته ما لم تنتهي عدتها. نعم. يقول أيضا: وهل أهلها يأثمون إذا استقبلوها في أثناء العدة؟ لا، ما يأثمون، يطردون بنتهم، ما يأثمون، يستقبلونها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الجماع يكفي في المراجعة؟ نعم، هو أقوى أنواع المراجعة، إذا جاء معها فهذا أقوى في الرجعة من التلفظ. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: نرغب في أن تجعلوا لنا درساً مغرب الأربعاء وصباح الخميس والجمعة، فنحن في حاجة إلى الزيادة في الدروس ودراسة البخاري ومسلم على فضيلتكم. أننا نود هذا، بس ما نستطيع هذا، نحن لا نستطيع هذا. نعم. انت تحصل لك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.